ما حيحور الوزير الفرنجية حكي عن الموضوع، ما بعرف إذا مزبوط ولا مش مزبوط، بس بعرف أنا أنه ما بحياتهم يعني حسيناهم من جونا ومن هذا. هلأ في علاقات شخصية ما بعرف، بس بالموضوع اللي عم بيجربوا أنه بدنا نحط نحن القوى المسيحية إن كان طيار ولا قوات ولا سليمان فرنجية بنفس، ما بفتكر هني استحوا وطلعوا دعموا مهرجانات الأرز. ولا الوزير الفرنجي طلع حكي عن صداقته معهم. ما في شيء عنا من هالموضوع هذا. في عنا كنا بوزارة الطاقة قدموا مناقصات بمحل معين ربحوها ضمن الوينين، وصار في محل عنا شبهات ما تأخرنا مشان تنقدم هذا الموضوع. منيح انه يتوضح لانه برجع بقول لك على قناة الجديد امبارح الروبورتاج، يعني انا لاني سألت عنه، معلش لاني سألت عن دقة المعلومات، وكأنه هيك بدنا نحط اسم جبران باسيل واسم سليمان فرن. انا عم بخبرك بال اثباتات يلي حتى الروبورتاج ان كان بالبنزين ولا بالفيول مغشوش. طيب. ما في له دخل الطيار فيه للموضوع ابدا. طيب بس اسمح لي، بس بهذا الموضوع كان الروبورتاج عم بيذكر العلاقه بين او وين المحطات المشتركه بين الاخوين رحمي وكل من القوى الثلاث. وانتم بغض النظر اذا كان هذا شيء يدينكم او لا، كان في محطه مشتركه بوزاره الطاقه وهيدا منه اختراع. بس ما في ايحاءات معينه. بلى، لانه وقت تجي تقولي انه هيدا كان يدعم هالفريق وهيدا كان يقول انا صاحبي وبالصف، مش في يعني بتتاخد بنظرة معينة. وفي الفريق الثاني اللي بحكم وجوده بوزارة الطاقة وهول الجماعة بيتعاطوا نفط وفيول وما بعرف شو، مجبورة تتعاطي انه شو بتسكر عليهم طريق يعني. طيب عال منيح انك عم توضح هذا الشيء. هلأ عشية الزملاء بيرجعوا بكثير. ايه لا أكيد. لانه في علامات استفهام حول انه اذا كانت يعني العلاقة تمت من بعد انه المشكل يلي صار مع السامان فرنجية والمناقصة تمت بعدين، لانه كان في اسئله. بغض النظر انا عم بقول لك بغض النظر تعتبر هذه العقوبات وقت العالم ما كانت مصدقه انه الدوله اللبنانيه قادره تستورد بنزين وما تخلي وتفك هالاحتكار اللي عاملينه الشركات، كان عندها الجرأة الوزيرة البستاني تعمل هالشي، وهن الجماعة قرروا يقدموا على هذا. تعتبر هذه العقوبات هي رسالة سياسية اليوم بهذه اللحظة رئاسيا دقيقة كتير، بس خلينا نقول أنه بعد شوي رح نكون مع النائب السابق كمان وهبي قطيشة، لأنه كمان القوات اللبنانية امبارح على مواقع التواصل الاجتماعي، ومثل ما بنعرف انه في علاقه كانت متينه جدا مع الاخوين رحمي، وفي كلام للنائب ستريدا جعجع بتقول فيه انه الاخوين رحمي كانوا يدعموا مهرجانات الارز، وفي صور لهم مع رئيس الحزب. هلا بنشوف بعد شوي مع النائب السابق. انا ملك، انا عن جد ما بحب وقت واحد يكون بين هلالين اكل ضربه، ما حلو واحد يكفي عليه. بس احنا عم بحكي وقايع، انا عم بحكي وقايع لا اكثر لا اقل. اشخاص ما بعرفهم، ما في يتهمون لا ايه ولا لا. بالمحطتين وضحت الصوره بفتكر، يلي عنده شيء ثاني يقول واللي بيعرف شيء عنا يعني مش رح تاثروا اكيد. الهواء مفتوح للي طيب هلا بدنا نسمع وهبي قطيشه لنشوف شو علاقه القوات، لانه شفت كمان رئيس الحزب سمير جعجع كمان جاوب مع الاعلامي مارسيل غانم بحلقته بمقابلته، وقال بانه لا علاقه مع دعم بوزاره الطاقه وما دعم على ايام يعني مع سعد الحريري لا ياخذوا اي مناقصه بوزاره الطاقه، وانه علاقته فيهم. عم اقول لك كلام سمير جعجع معه حق. بدي اخبرك انا بالموضوع، بليز حدا يرجع يراجع بالتواريخ، وهي اكيد انتم رح تعملوها شاطرين فيهم. مناقصة البنزين اللي عملت كيف انعملت؟ وين حط دفتر الشروط؟ بأي شفافية؟ إمتى كان أول مرة إلى حق ندى البستاني إلى حق كان تقبلهم المناقصة ورفضت مشان ترجع تعطي مرة تانية، لأنه كان في ملف يعني كان في شركة واحدة. هذا الدفوار أنتوا رح تعملوا. رح نعمله الدفوار أكيد رح نعمله ورح نستعمل كلامك ردك أنه لأنه عم تعطي رأي موقف التيار. أنا عم بخبرك شو اسمي يعني عم بخبرك شو اللي بعرفه بالتواريخ وبالهيدا. إذا هيدي مناقصة البنزين صار فيها لعب، خلي حدا يقلنا وين. بس هيدي المناقصة صارت من بعد المشكل مع سليمان فرنجي. ما بقى عن جد بدي خبرك، أنا بعرف هيدي المناقصة صارت بعد ما بلش 17 تشرين إذا ماني غلطان بشوية. بعد المشكل مع سليمان فرنجي. لا ما خص المشكل، ما أصلا
لحظة إنه مشكل مع سليمان فرنجية ليش من صار له ست سنين؟ لا أستاذ إيدي بعد يا أستاذ بس أقولك شغلة شو خص سليمان؟ طب أنا بعد المشكل مع سليمان فرنجية على خلفية هيدا الموضوع مش المشكل السياسي العام. لما طلع سليمان فرنجية وعمل مؤتمر صحفي وحكي عنهم للأخوين رحمي. طب شو حكي عنه؟ قالك لشو حكي هيدا الحكي اللي حكاه بالمنيع عنه بس المناقصة صارت من بعد إذا بدك الاشتباك صارت للدولة. أوكي. يعني الدولة قررت كان في المستوردين تبع البنزين عاملين ضغط على الدولة اللبنانية بدهم يعلوا السعر كان بعد مش مختلفين أول فترة إجا حدا قرر طب إذا ربحوا بيكون معنا غلط نحن يعني أنا بس عم بسألك سؤال إذا الوزير فرنجية عمل هجوم علينا لو سمحت بس ما عم بفهم عم بسأل سؤال عن جد ما عم بفهم لحلك شو هو أنا سؤال هو لألك المناقصة اللي صارت بوزارة الطاقة صارت من بعد الاشتباك بين التيار الوطني الحر وتيار المردة على خلفية الفيول والعلاقة مع الأخوين رحمي والمؤتمر اللي عمله سليمان فرنجية هذا اللي عم نحكي عنه ولا قبل هيدا هو ما بعرف شو الرابط بين ما بعرف التواريخ يعني كيف اني بقول لك بكل صراحة ما بعرف التواريخ شو قبل وشو بعد وهذا بعرف أنا وقتها هيدي المناقصة صارت الطريقة اللي صارت فيها طب إذا من بعد إذا مثل ما حضرتك عم تقولي من بعد الإشكال مع سليمان طب ما ربحوه أنا عم بسألك ما في رابط يعني عن جد بلا منهم من يقول أنه في رابط طب بس بتعطيهم إياها يعني إذا سليمان فرنجية عمل مشكل معنا لا منهم من قال أنه صار في تسوية هيك تسوي بهذا المعنى تسوية على شو؟ أنه ما بعرف أنا عم بسألك تسوية بتعمليها قدام كل التلفزيونات انه كيف واحد بيضمن تسويه وقت يكون في دفتر شروط محطوط على السايت ويكون في طلب اذا حدا عنده ملاحظات على دفتر شروط يجي يخبرنا اياه وفضل العروض يصير لايف على التلفزيون كيف شو بيعمل واحد لك طيب.